سفر بيني بدك تعبري الحدود؟ ما حكى لك؟ ما عادت مثل الأول، الشغلة خطرة. إيه ولا لا؟ يلي بده ينفذ الشغلة واحد تاني. مين؟ شو بدك بهالشغلة؟ ما بتعرفيه. وينه؟ بعيد بالجبال. خدني لعنده. كوني هون الصبح منروح لعنده سوا، عندك محل تنامي فيه؟ دبر راسي. أختي، يكون بعلمك أنا ليلى ما رح جوزها بنوب. شو خطر على بالك هلأ؟ بتعمل برق طيبة كتير، خليها تضل لآخر عمرها تعملنا هالبرق الطيبة. هاي البرق ساوتها هاجر. شو في؟ هاجر؟ بالله عن جد؟ يعني أنا هلأ عم باكل من طبخ هاجر؟ خلص حقي، خلص كل البرك مثل العالم، يلا وسكر على الموضوع. سكره؟ كيف بدي سكره؟ أنا مجبور أتذكر، مجبور أتذكر هالذنب طول عمري. حقي الفرق بين الإنسان اللي أوسطه والإنسان اللي أكلت أكله أرفع من شعره ناعمة. يمكن. لا تاخدي موقف مسبق مروة، بعرف إنك كنتي مبسوطة باسطنبول وإلك حياتك اللي بتحبيها، بس هذا ما بيعني إنك تكوني تعيسة بغير محل. آخر سنة ونص قضيتهم بهالمدينة وما انبسطت أبداً. ليش جربتي؟ إنك تكوني سعيدة جربتي؟ هاي ما بتتجرب، يا بتكوني سعيدة يا لا. أنتي هيك بتفكري. شو قصدك؟ الشي اللي ما بتتعبي فيه ما بيكون إلك. تعي نروح نسجلك بالأول. شو قلتي؟ رجعي عيديها لشو؟ سيد عم يخوني ماما زينو. متأكدي؟ لو ما غجلت كان جبت لك قميصه. بتقولي مغسول غسل بعطر نسواني؟ أول ما حط رجله بالبيت فات شلحه وحطه بسلة الغسيل. بالأول ما اهتميت بس بعدين تعي البكي لشوف. الشيطان عم يوسوس لي. انت بتعرفي مين هاي المرة؟ مين غير هاي السايحة اللي حكيت لك عنها المرة الماضية؟ طيب انت حسستي بشي لسيء؟ هو نام بكير وانا لوش الصبح ماما زينة، لوش الصبح. خلص بنتي خلص خلص. ليش عمل فيني هيك سيد؟
طولي بالك لنفهم الموضوع المزبوط بالأول. أنا فهمت كل شيء. أنا كمان بدي أفهم. ما عاد أرجع لهالبيت ماما زينو. طلعي فيني ترجعي وما بتبيني شيء لحدا أبدا، فهمتي علي؟ وإذا طلع مثل ما عم تقولي شوفي مروة، وأنا عشت بمدينة كبيرة بس درست هون وهون حبيت، وصار معي اللي زعلني وحاولت أهرب بس بالأخير تزوجت هون. لهالدرجة بسيطة؟ إيه بسيطة، الحب شغلة بسيطة، نحنا منحوله لشغلة معقدة. الحياة أصلاً هي السعادة وأنا هون سعيدة. أنتي شغلتك سهلة، أنتي حبيتي جيمو، سهلة تكوني سعيدة جنب أكتر إنسان بتحبي بحياتك. بس أنا شو بعمل؟ أنتي جنب أمي، ما بتحبيها لأمي؟ اف منك ابك، جوابك على لسانك. هذا الولد عم يبكي كتير ليكون مريض. قديش بقيان لنوصل؟ ليك نوصلنا. أهلا وسهلا. مرحبا سيفو. صحتين استاذ. شكرا لك. متأكد انه سيد؟ اي نعم متأكد. المرحوم ابو سيد كان صديقي الروح بالروح، وانا حافظ شكله لسيد بصن. لا تقول ولا كلمة لأي حدا، فهمت علي؟ ولا لأي مخلوق. انت خليكي هون، رح اعطيهم وارجع. جانو هون شي؟ بدك جانو هون؟ تعال تعال. مينك انت؟ قل له اجا اسماعيل الدلال. ماشي اتصل. هذا اسماعيل الدلال يجي؟ اجا اسماعيل الدلال يجي؟ ايه خليه يجي. ايه خليه يجي. تعال معي. سلام جانو. شو في معك؟ جايب لك زبونة مدسمة. وينها؟ تحت ناطرة بالسيارة. شو مخبصة لحتى بدها تقطع الحدود؟ ما سألناها، ولو سألناها ما بتقول، بتنقط الحكي تنقيط. جانو المجنونة ما لقيت غير ابن أخوه للفراري جانو لتقوصه. لك هاي عملة هاي. قال بعد خبر لجماعته جوا، وقال إلي ما بياخد بتاري ما بيكون مني. جانو بده يقتلها لهالمرة يا بنات أكيد. جانو عم تهرب هاي ولك، روحوا وقفوها. اسماعيل. ايوه جانو. تعال لهون ولك. نعم جانو. مين هاي الحمي؟ والله ما بعرف. كيف بتجيب لهون وحدة ما بتعرفها ولك حيوان؟ لا بقى تورجيني وشك، انقلع من هون. صحة وهنا.
سأنا؟ نونو سها وهنا. أها سها. سيد بيك نقي لحالك محل من الخريطة يا سيد أفندي، ويكون محل بعيد كتير كتير بعيد. سيد what happened? Who is this? خلاص ولك يقلعي من هون. قلي هلأ يا سيد، أنا هلأ شو لازم أعمل فيك؟ ماما زينو أنا لا تقلي ماما زينو أبداً، أوعك أوعك تاني مرة تقلي ماما زينو. سلام. ليش تأخرتي؟ تعرف زحمة السنة الجديدة، اجتماع ورا اجتماع. ضليتي وراي لحتى نطرتيني على الأبواب، حلال عليكي والله. ايه طول بالك، عشو عزمني على الغداء؟ شقف وكباب. سمعت انه جاية شيف ايطالي على فندق الأوديسا. مفهوم، ايه احكي هيك من الأول. اليوم اجت مروة، سجلناها بالجامعة. ايه ممتاز، خلصنا من همها. ما بظن خلصنا، لسه في شوية أوراق. يا وكيل، مو هاد جيمو ابن أخوه لحقي؟ ايه نعم. دعسوهن. يلا تحركي. سلم لي على عمك. جيمو جيمو لا، قلتيني ابك تركيني ابك. جيمو لا، ليش مسكتيني؟ ايدي كتير عم توجعني. الله يخليك يا اخي. سلام يا جماعه، ما في شيء، مشكورين. تسلموا. مين هلا بالحرام اللي ضربكم؟ لا تحكوا يا شباب، ناخذكم على المستشفى. استنوا الاسعاف يجي خير ان شاء الله. زليخة خد ابني تفضل شوي شوي امسكه. زليخة خراب زمان. وين الاستعلامة؟ ليك أخي هون. يسلموا. مرت ابن أخي عملت حادث وجابوها لهون. شو اسمها؟ إيبك بوياطلي. تاني غرفة على اليمين. على اليمين؟ ما في كسر ولا شعر، رد بسيط وشوية تخريش بالجلد. نعم يا أخي. دكتور هاد عمي. كيفك؟ كيف صرتي؟ أنا منيحة عمو، ما في شيء. عن جد؟ والله أنا منيحة، لا تقلق، عن جد؟ الحمد لله، ما في شي بيخوف، مجرد رد بسيط. عرفتوا مين اللي ضربكن؟ عمو، شغلنا هون خلص، تعال نطلع. شكراً لك، يسلموا إيديك. معافاية إن شاء الله. شكراً دكتور. الله معك. يلا تعي. حاول يدعسنا مثل المجنون، على هالوجع ما حكينا شي. بس فوقها؟ ايه بيك فوقها شو؟ لا تخليني عصب وحكي لي شو صار. مين فيكم بده يحكي؟ سيفه ضرب ابك وبعدها رجل عنا وبعت لك سلام. ودي ابك هالبيت. وانت؟ وانا جاي وراكم. عمي عالبيت. يا عمي شو رايك تمشي قدامنا؟ بعت لي سلام ما؟ وعليكم السلام.
وعليكم السلام. افتح تمك لشوف. يلا يلا كول يلا. ابنك عم ياكل كل شيء. بلشت حرارته تنخفض. انت شاطر بهالشغله، تعلمت من الممرضات. ناجي شكرا على كل شيء. ما كان عندنا محل تاني نلجأ له، انت وبس. انبسطت بجيتك؟ مانك خايف؟ لما رحتي خفت. وهلا؟ هلا منخاف سوا، احسن ما اني خاف لحالي. ها شكله شبع. البيت ما كان هيك وقت رحت. ايه الوضع مكركب شوي. بس الوضع المكركب بتصير احيانا، مثل وقت بتهب عاصفه وبتهربي وما بتلاقي مرفق تلجئي له. يعني هيك شيء. المهم لروح اخذ سيارتي، انت ارتاحي، اذا حدا بيدق لا تفتحي. ماشي. بالمناسبه لازمك شيء من برا؟ كل شيء بدي اياه موجود هون. متاكده؟ الامان والثقه، شو اكثر؟ زود بالموسيقى عالي سيفو، عجبني والله. بزماناتي حبيت صير موسيقي. حاجتك بقى يا، عن جد عم تحكي؟ وما جربت؟ بلا جربت. وشو صار؟ تركت بعمر صغير. انت شو مفكر حالك عم تعمل ولا؟ بابا انا كم مره نبهتك بدك تجمع علينا الشياطين يا بهيم؟ افتح ايديك بابا كرمال الله. افتح افتح ايدك ولا افتح. اخ 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 اخ. أويتها من أعشاب طبية كتير منيحة، بتحرق بس الصبح ما بيضل فيكي شي. الحمد لله ما فيها كسر، مجرد رد خفيف. هاد واحد مجرم ومهووس ومريض نفسيا، شو بده فيكي ابك؟ رح يدفع الثمن غالي. أنا اللي دفعت الثمن قبله. أي منيح؟ صار دوره ولا كان؟ شو رح نستفيد أخي؟ شو الفايدة؟ رح يمحي الخيانة؟ رح يسكر الجرح اللي جواتي؟ لا. المعنى؟ أنا ما فيش قلبي غير لقتله. أخي أنت دير بالك على إيبي، هي اللي بحاجة تحس حالها أحسن هلأ، عشوي كانت رح تموت. ولا أنا فهمت شو صار؟ أنا بعرف شو صار، بده ياني أقتله. ماشي بنتي يسلموا. كرمال الله حكي معه، قلوا من الصبح عم بناء. جيمو هدينا بالنا، البنت عم تتوجع، بلا ما توتر لأعصابها. كيف بدي هديلكن بالكن؟ مرتي عم تموت من الوجع، واختي برا تلفت من كتر البكي، والله راسي رح ينفجر. مين بدي أقوس لأقوس؟ بلا ما تخبص جيمو. وشو؟ مين بدك تقوس؟ بدنا نشتغل فيك هلأ. الكلب سيد تركه على جنب، حسابه بعدين. بس شو ميشان سيفه الكلب؟ اتركه يفلت من اللي عمله بمرتي؟ برافو عليك، هجوم عليه، روح لعنده وحط له عخبزته جبني. الزلم همه الوحيد هلأ انه يشدنا ويجيبنا لعنده. اختي عم تحكي مزبوط. كيف؟
كيف مزبوط؟ مثل ما سمعت. يعني هالكلب بده يدعسنا بسيارته وبدك أنا ما أسأل؟ بده يعمل بمرتي اللي عمله وأنا ما لازم أحكي، ما هيك؟ إيه نعم هيك بالضبط. أنت اللي عم تحكي هالحكي؟ مو عاجبك يعني؟ بدي أخذ كتاب من مكتبتك. طبعاً خذ اللي بدك إياه. صرت جارتنا؟ ما بعرف. لو بإيدك كنت هربتي وما طلعتي لوراكي. على القليلة أنت لا تحكي هيك محمود. ما صار لنا 3 أيام جايين وشوف شو صار. مظلوم انخطف. عشوي كانت ماتت أبيك. وإيدال عاشت صدمة حياتها. أبرج بيطلع ملاك جنب هدول. كل شي بيعمله إنه بيسوق موتور بسرعة. هدفه الأصلي لسيفه هو أنا. إذا بدك تعصب وتروح ترد عليه مو بس بتحرق حالك، بتحرقني معك كمان. بس إذا بتقلي ما فيني أمسك حالي عمي، لا صحتك بالدنيا. ليكني قوصت أخوه لسيفه ونمت 10 سنين كاملين بالسجن. من أوصه له كمان ومن نام 20 سنة تانيات. وبعدها منتقابل بالآخرة. عمي sen şimdi öyle bir şey dedin ki doğruyken ben diyeceğim dedim. Hadi hepinize hayırlı geceler, ben gideyim. Nereye? Bekar adama nereye gitti bu sorulmaz ki. Burada hanımların yanında. Murat'a selam söyleyesen Elif bacı. Reşo gayet hürmetler. Sağ ol Hakkı. Seni böyle görmek ne güzel vallahi. Nasıl yani? Yani günaha girmeyeceğimi bilsem ermiş gibi diyeceğim ama. Senin de can sağ olsun. Haydi eyvallah. Ablam. Amcam. Acısı azaldı mı biraz? Benim içime kurt düştü Zeyno Ana. Hakkı'da bir iş var. لعب الفار بيعبي ماما زينو. حقي صاير معه شيء. هذا الكلام مو كلام حقي. حقي! خلاص اختي لا تقوصي بستسلم. أخيراً رجعت هاي النظرات؟ أحكي يا حاكمة حياتي العرفية، أحكي شو في؟ بطل هالمزح. عم تجذب علي؟ شو عم تحكي أختي؟ أنا ليش بدي أجذب عليكي؟ لا تتعب حالك على الفاضي حقي. بعرف اللي عم بيصير بقلبك. لا أختي ما بتعرفي. ما بتعرفي. خليك بعيد عن سيفه حقي. ما بدي أكتر. أختي شو أعمل طيب؟ بالله تقليلي شو أعمل؟ سيفه الكلب صار بلوي على رأس العيلة بسببي أنا، معقول؟ بس هي مو مشكلتك أنت لحالك حقي. مشكلة مين لكن أختي آه؟ هي مشكلة ابك شي؟ كلياتنا. هي مشكلة عيلتنا كلياتها. لك ولو أختي لو هالواطي يا ريتو إجا وقف قدامي أنا. بس ليكو عديم الشرف ما راح يتقاوى غير على مرة. ما منعرف بكرة هالكلب شو راح يطلع معه. فرضي لو كان صاير لشي لابك، كيف كنت بقدر سامح حالي على هالشغلة ها؟ كيف كنت بدي اطلع بيوشه لجمه؟ ما حدا منكن يتهجم على حدا ابدا. اذا لزم نلجأ للقانون بس ما راح نسفك دم. ما عاد في سفك دم، فهمت علي؟ لك اختي لأمتى بدي ضل ساكت؟ لك انا راسي راح ينفجر إذا ما عملت له شيء لهالواطي رح ينفجر. أنت اللي بدك تخلي لي راسي ينفجر. هي آخر كلمة عندي حقي. ما رح تعمل شيء أبدا ولا رح تنهزل لك شعرة. وإذا بتتحرك أو بتحاول تخبص اعتبر ما عندك أخذت. يلا أحكي اللي عندك. يلا أحكي عم بسمعك.
وصيتي لكم جميعا، إذا متت ستغلق هذه القضية، ستغلق بالنسبة إلى عائلة البياطلي إلى الأبد. لن أسامحكم بحقوقي عليكم كعم. جيمو، محمود، كلامي موجه لكم خاصة، وها أنا أبلغكم. فينا نحب حدا يعني؟ منضل خايفين؟ منضل خايفين نخسر اللي منحبون؟ ما فينا نحب؟ كثير حابب تقتلني سيفو؟ وافو جاوبني سيفو، حابب تقتلني؟ وكثير كمان. منيح، معناتها ترك شغلك وطلع لبرا. انا واقف قدام بيتك واجيت لحالي. استنى جايك على الباب بسرعه. عن اذنكم هلا برجع، دقيقه واحده بس. شو اللي جابك بهالليل يا حقي؟ في عائل بيعمل هيك؟ انت مسكين لك سيفو، مسكين وعاجز لدرجة ما بتقدر تحل مشكلتك لوحدك. انت هو المسكين لانك بدك تموت حقي. الأموات دايما مساكين. اخوك مات وانا اللي قتلته، بس ما كان مسكين. انت بتعرف ليش يا سيفو؟ لانه كان رجال كتير شهم. انا واخوك تواجهنا برجولة، بعبرنا ما نصبنا فخ لانسان تاني. امتى اجيت حضرتك وتهجمت على النسوان؟ قضية الدم ما بتنحل هيك يا سيفو، حتى القتل فيه شرف. بس منلك الشرف يا حسرة. سد حلاك. ليك رح اقول اللي عندي، خلينا نحل هالشغلة. تعال حتى نتبارز أنا وياك لحالنا. إذا بموت ما حدا من عيلة البياطلي بيطالب بدمي. أما إذا أنت بتموت كمان ما حدا من عيلتك بيطالب بدمك. بس إذا بتقلي مالي قلب اتبارز معك، ساعتها أعطي أمر لرجالك لحتى يوصوني. أنت واحد صايح، واحد تافه وصايع. اللي عم تعمله بطولة رخيصة.
مفكر حالك عم تتحداني قدام الكل، بقوم أنا بعتبرها شغلة شرف وبقاتلك مثل الأولاد الصايعين، ما هيك؟ أنا آغا سيد، أنا بأمر وبس. إذا بدي موت حدا بأمر رجالي وهنن بموتوه، وليكني رح أمرهم. قول لرجالك ينزلوا السلاح اللي بيدن، نزلوا سلاحكن. بالله مين مفكر حالي؟ رجالي أنا اللي بأمرن، أنا وبس. ورجالي أنا اللي بأمرن. سمعت يا سيفو؟ ما بخليك تاخد نفس، انت أول الميتين. قلت لي جاي لوحدك، مو انا جبتهم. هاد قصدك بلوحدك؟ ما رح اسمح لك تستمتع وانت عم تقتل اخي يا سيفو. خير برهوم، سيفو كتير تاخر، لا يكون في شيء. رح شوف شو صار معه. شو عم بيصير؟ ما بعرف. طلع بالسياره حقي اختي. اعمل اللي قلته. خلاص يا اغا، رح يسيل دم كتير بينخرب بيتك. لا تتدخل انت. قل لهم لرجالك سيفو، قل لهم ينزلوا اسلحتهم. مو وقتها هلا، الزباين قلوا. معقول تكب ملايين الدولارات بزباله مشان شغله تافهه؟ وفوقها رح تخسر حياتك. نزلوا سلاحكم، نزلوه. هالشغلة ما خلصت هون، حطوا هالحكي ببالكم، وبالأخص أنت حقي، أنت. وأنت حط هالحكي ببالك منيح يا سيفو. إذا حدا من البياطي بينزف أنفه شوية دم، أو إذا بيتفركش وهو ماشي، وإذا أنا بشك إنه أنت السبب، ساعتها ساعتها رح بقبرك محل مو انت قاعد. فهمت ولا؟ موتك. انا قلت اللي عندي. وانا كمان. نتواجه مرة تانية. ايه منتواجه، وكيف ما بدك. كلكن على السيارات، يلا امشي حقي. سلام يا سيفو، اجت سليمة. انتو اهتموا باموركم، هاي مشكلتي. اذا صار لك شي ما اخذنا البضاعة، ساعتها بتكون مشكلتنا لنا. حياتك فيها كتير ضجة سيفو، ومعلومك مثل هالضجة بتلفت الانتباه. فهمت علينا شو قصدنا؟ اجوا عمو. جلي على السلامة عمو. شو صار هيك؟ صار لك شيء؟ ما في شيء الحمد لله على السلامة. ليلى سوي لنا شاي. متنا من الخوف عليك. متنا من الخوف عليك عمو. يلا يا ولد يلا، تأخر الوقت، يلا عنا كلام بدنا نحكي. يلا صباحوا على خير. يعني ما ساوي شاي؟ لا بلا شاي. ثاني مرة ما بقى بدي شوف هيك تعفيس. ما بقى بدي شوف هيك تعفيس ابدا. فهمت علي؟ ابدا.
يا ما عمي شو كان مكتوب بالورقة؟ ولا شي عمي ولا شي. جيمون جيمون شو اللي صار؟ يلا مرقت حبيبتي خلاص اهديه متنا من الخوف. قلت لك خلاص انا خايفة جيمون خايفة كتير. لا تخافي ما حدا بيقدر يعمل لك شي. مو على حالي جيمون خايفة عليك. ولا تخافي علي. خبرني لشوف تقدر تصدق اني ما رح فكر فيك كل ما طلعت من هالباب؟ تقدر تأكد لي انك بأمان؟ فيك تقلي انك رح ترجع صاغ سليم مو صاير لك شي بهيك ظروف؟ واذا قلت هيك بتكون صادق؟ قلني انت مصدق هالشي؟ احكي بتصدق؟ سمعت باللي صار مبارح بالليل بابا. قصدك عن الضجة اللي عملها حقي ببيت سيفو؟ اي هيك قصدي. الوكيل حكالي الصبح. تفضل. يسلم. أنا ليش مالي قهوة؟ إليف خانو منبهتنا قال القهوة بتضرك. نقلعي إلا لحرمتك لا تجي لأنه قهوة الصبح مقدسة عندي. والله ما بقدر إلا أبي. أنتو صحبة حكوا حلوها. لك ابني على قليل اشربها بلا صوت لا تخليني اشتهيها. أنا آسف بابا بس يعني إذا بتقتنع معنا وبتعمل هالقسطرة كنت بتخلص من حسرتك على القهوة. خلص خلص بس. قال الدب عنده 9 مواويل والتسعة عن العسل. كل كلمة أولى الحاج فيها العملية. ما رح أعمل لا عملية ولا شيء. شو لسه بدك؟ خلص بابا لا تعصب. كمل لي عن حقي. إيه راح ضغط على سيفه لحاله. بدك تكون مجنون مثل حقي لتعمل هيك. الحمد لله أنه ماما زين ولحقته على الوقت. ما هي مثل الإسعاف مثل النجدة السريعة دائما بتصل على الوقت. بس حقي إذا بيضل هيك. الرجولة حلوة ومنيحة بس الرجولة مع واحد مجنون ما بتعرف شو ممكن تساوي. بس شي يوم رح يتذكروا الناس بمواويلهم وبس. أصلا مواويل هالمنطقة أكتر من نصهم نواح. هو الله لا يقدر بس أنا خايف على حقي. ألو؟ ألو نعم؟ ألو؟ ليلى هذا أنت؟ أنا سيد. أهلين أخي سيد. ليلى بدي أحكي مع إيدان لو سمحتي. طبعاً إذا بدها. شو بقول له؟ لا 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 إيدان مو هون. رح قل لها أنك اتصلت فيها. طيب مفهوم بخاطرك. الله معك مع السلامة. ماشي بنتي شوفي شغلي. ماشي. بأنه وش عم يتصل؟ ماما زينو؟ نعم. بدي أسألك عن شغلة. بهداك اليوم اليوم اللي اجيت فيه لهون طلعتي من هون معصبة كتير لتشوفي سيد. حكيتي معه شي؟ ماما زينو أنا لا تقلي ماما زينو أبداً. لا ما حكيته لأني ما لقيته. ما عم بفهم ماما زينة. لهلأ ما عم بفهم. عم حاول شيله من تفكيري. حاسة حالي لا بالسما ولا على الأرض. كيف قدر يعمل هيك ماما زينة؟ كيف قدر يخونني؟ ما بعرف بنتي ما بعرف. الإنسان مخلوق غامض. سمعتي بهالعبارة شي؟ تعرفي ليش ألفوا لنا إياها؟ لأنه حسابات الإنسان معقدة كتير. من كتر مو معقدة حسابات مزرعتنا ولا شي جنبها. لهالسبب يا بنتي إذا ما قدرتي تفهمي بدك تسايري. وإذا ما بتقدري تسايري تسحبي حالك وبتطلعي. يلي عقله براسه بيعرف خلاصه ما لازم تعذبي حالي. فهمتي علي يا أم عيون المها؟
قربتي